Welcome to Community in Arabic, a podcast show sponsored by Lipton Yellow Label. We'll be chatting with successful Arabs in the US and Canada and learning about their journey and how they positively impact their community. We are your hosts, Malek, Abdulsamad and Anwar, Jebran. مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من كوميونيتي بالعربي برعايه ليبتون. نحن كثير اليوم كثير مبسوطين نتعرف على مؤسسي الاوركسترا الكنديه العربيه بتورونتو بكندا. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا شكرا على الاستضافه. ثانك يو. اذا فيكم تبلشوا بس تعرفونا عن حالكم لمتابعينا. مرحبا انا اسمي عمر نجار and I handle PR for the orchestra and the Festival of Arabic Music and Arts, which is basically an annual festival that takes place every fall in Ontario. Emil bil orchestra min sanat 2016 wa I have seen it grow like crazy and it's amazing. Lamis Saudi, I'm a co-founder of the orchestra, and I'm a assistant orchestra and I'm also the director of the Canadian Arabic Conservatory of Music, and I'm the music director of the orchestra, and I do lots of musical things and stuff. أنا وفا زغل co-founder مع لميس وكمان co-founder بالمدرسة trying my best to lead this ship and get it as far as possible. أنا اسمي روبان وزوزو بشتغل operations manager بالأوركسترا صار لي فيها من 2015 يمكن كمان أنا وعمر part of the choir اللي هي الأوركسترا فيها مجموعة من المغنيين وطبعا لازم نقول إنه وفا بيعزف أنا لويس بتعزف I am the HR and logistics manager with the orchestra. بدأت بالأوركسترا بال 2017 بال volunteer actually بالمهرجان اللي نعملهم سنويا ولا أكيد نحكي عنه أكثر. It's been an incredible journey. كيف المهرجان كبر كيف الأوركسترا كبرت looking forward to a beautiful future. وعازف عود جميل جدا. Great. So, كلكم immigrants من لبنان، مظبوط؟ لا. حتى نحكي صح، لو مظبوط لبنان يعني لا. يعني الأردن كلنا من سوريا الكبرى بس. نحن موجودين هون، بس الأوركسترا بتضم عرب من مختلف المناطق والبلدان. سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، مصر، الجزائر، السعودية. وأنا زهقوا مني أما بحكي إنه دائماً الأوركسترا بيت كل العرب وهي فعلاً بتضم العرب من كل البلدان. طبعاً بالإضافة للموسيقيين الكنديين اللي هم خلفيات مش عربيين. طيب إذا فيكم تحكونا كيف طبعاً كيف بلشت فكرة الأوركسترا؟ يعني اللحظة اللي فكرتوا فيها شو اللي خلاكم تفكروا إنه نبلش بالأوركسترا وكيف انطلقت الفكرة؟ هي القصة كثير طويلة بس يعني حفاظاً على وقت البرنامج المشروع بدأ من عندي أنا ولميس نحن موسيقيين من القدس واشتغلنا مع بعض برنامج موسيقي هناك ولما جينا على كندا بال 2013 فكرنا إنه يعني المجتمع العربي بحاجة لهذا النوع من الموسيقى الكلاسيكية فأطلقنا فكرة مشروع الأوركسترا وسجلناها بال 2014 كمؤسسة غير ربحية. بلشنا طبعاً قبل ما نسجلها بال 2013 عملنا أول عرض وكان يضم 5 عازفين فقط كتوتال جروب لكن من دي 1 كنا نسمينها الأوركسترا الكندية العربية رغم أنه مسمى الأوركسترا مفروض هو يطلق على وايدر جروب بس هذا ينم عن هدفنا الأكبر ألا وهو أنه في يوم من الأيام راح تكون أوركسترا كبيرة تضم أكبر عدد من الموسيقيين والمغنيين وفعلا الحمد لله اليوم الأوركسترا بتضم أكثر من 50 عازف ومغني على السيج. يعني هذا بشكل مختصر وسريع جدا. Amazing. أول حفلة كانت بتقول 2014 إمتى كانت أول حفلة للأوركسترا؟ يعني هذه ما بدها كاسة شاي هذا السؤال بده بريق شاي كين نايس. امتى كان اول حفله للاوركسترا؟ في صيف 2014
2014 واجهت شي صعوبات بالاول لحتى to bring the community ليشاركوا بالاوركسترا ليحضروا الاوركسترا لقيتوا انه في رغبه بالمجتمع ليكون في هيك نوع من الموسيقى؟ هو الحقيقه كان اول عرض هو بالتحدي بالنسبه لنا لانه نحن عم ندخل على سوق جديد على ناس احنا ما بنعرفهم وكان حتى التارجت تبعنا في هذاك العرض هو 150 شخص وضلينا انه لميس قاعدين على اعصابنا انه ميبي الناس ما بتعرفنا ليش بدهم يجوا يحضرونا اصلا يعني بدون نواس وكندا مش يعني ضيعه ولا مدينه صغيره تعرف بلد مترامي الاطراف فالجامع والجاليه العربيه موزعه يعني مش مركزه في مكان معين لكن لقينا الحقيقه انه في اهتمام كبير والعرض يعني رغم انه زي ما حكيت نحن اول مره بنعمل عروض الا انه كان سولد اوت وهذا الحقيقه اللي شجعنا ورجعنا انه المجتمع العربي بحاجه ومتعطش جدا للنوع من الموسيقى اللي احنا بنقدمها والشكل كمان اللي احنا بنقدمه كثير منيح. طيب هلا بعد ما شفتوا كل هال الفيدباك الايجابي اللي كان بعد اول حفل بال2014 كيف كانت النكست ستيب كيف تجمع هالجروب للفاوندرز مع بعض وشو كانت الصعوبات لجمعتوا الجروب وكبرتوا الاوركسترا الجزء اكثر تشالنج كان هو انه ريزينج ذا بار افري سينجل تايم يعني كل مره لازم الواحد يفكر بكيف بيقدر يحسن ما بيقدر واحد يرجع لورا بالمرة. So the challenge was to find musicians who were interested in Arabic music وحابين إنهم يكونوا جزء من هذا المشروع الصاعد وما عندهم expectations بالمرة بالنسبة للمردود المالي لأنه كوننا إحنا كنا جداد ما كان في عندنا أي source of income except whatever we're making from ticket sales. And it was very cute at the start because we had to bring all the money in and then we'd وزع المصاري هيك واحد واحد على كل واحد. But it was a like a family kind of النفس تبعته كان تبع عائلي أكثر من أي شيء ثاني. ولا يزال. وهذا هو اللي كان هو أكثر إشي صعب. بس ال finding material was not a problem لأنه الناس كلها anything we throw. At that point was taken very very nicely لأنه كل الناس بدها هذا الموسيقى. بس إنه logistically إنه to grow into something was a bit of a challenge. إحنا كل عرض كنا عم نحاول إنه نحسن زي ما قلت. بس برضو بنفس الوقت عمالنا بنحاول إنه نجيب ناس جداد يجوا يتعرفوا علينا. فكانت الفكرة بالبداية كانت كتير عنا older people who are attending our concerts come from عندهم النوستالجيا تبعت الموسيقى العربية القديمة وإلى آخره. The challenge was to bring the younger generation. And alhamdulillah, we were successful in that because of the ideas that we had of merging Arabic classical music with Western music and creating new ideas out of scratch, basically. So that was بالنسبة للسؤال يعني من ناحية تجميع الأعضاء اللي هو الطاقم الإداري تحديداً أتخيل كان هذا جزء من الاهتمام اللي من الكوميونتي ويمكن تجارب الشباب هون يمكن ربما بتحكي لنا عن تجربتها تعطينا فكرة عن كيف كان مش كتير صعب إنك تجمع تيم مهتم في هذه الفكرة يعني هو مثل ما الوفا وكما ذكرت لميس الموسيقى هي شيء لازم تحبه لحتى تقدر تشتغل فيه ولحتى تقدر تعطي فهي فعلا الناس اللي موجوده اول شيء جمعهم الباشن لهي الموسيقى اللي هم بيحبوها هلا انا اذا بدي احكي قصه كثير صغيره انا كيف مثلا بلشت بالجروب ويمكن معظمنا عنده هيك قصص انا بلشت جيت على كندا بعد 20 يوم كان عندهم الاوركسترا اول كونسرت اللي هو مع كواير كنت عملوه واسمه احكي لي عن بلدي كونسرت عن اغاني السيده فيروز للمدن العربيه كنت انا لسه واصله جديد ما صار لي يعني ايام اقل من شهر وسمعت وعرفت عن هذا الكونسرت كنت كثير متحمسه اني اروح احضر الكونسرت لاني كثير بحب الموسيقى هلا وقتها صار يعني قالوا لي انه لا قدمي مثلا كان في عندي قريبتي انه قدمي وحاولي تكوني معهم جزء من الكواير وقتها بتحس المغناطيسي بلش يشتغل يعني فعلا قدمت وبدل ما احضر العرض كنت بارت من الكواير وبعدين صار في هيك كونكشن كثير عاليه مثل ما ذكر عمر ولميس انه
هي كانت حالة عائلية مع احترافية، يعني هي كمان ما لها حالة عائلية فيها ضياع بالرولز، لا في احترافية بس فيها هي العائلية موجودة. فأول ما يدخل حدا على الجروب فعلاً بحس حاله بارت من هذا المشروع، ووقتها بلشت حسيت إنه لا أنا بدي أكون جزء منه، وأنا هذا المشروع هو مثل ما هو ابنهم ابني ويمكن ابن عمر وابن مهند. محبة المشروع، محبة اللي عم نعمله، وإنه كلنا نجتمع على هدف واحد هي اللي بتجذب الأشخاص المناسبة للمشروع المناسب. يمكن في شغلة بدي أزيدها عن الجروث تبع من أول كونسرت كبرنا، إنه الشعب الكندي كتير منفتح وبتزوق الموسيقى، فنحن معنيين إنه نعمل بروجكت اللي هن بتقرب الثقافات الموجودة في كندا ببعض. فنحن مثلاً عملنا فلامينكو ومنتجنا مع الموسيقى العربية، عملنا أوبرا غريك، عملنا جاز إنديجينس ميوزك. فهذه الشغلات يعني أكيد ساعدت إنه نحن يكون عنا نقدر نكبر أكثر والجمهور يتقبلنا بطريقة أحلى. إحنا ريسبتف يعني بيتقبل وبيقدر يعرف. ريسبتف بس بنفس الوقت بتهيألي إحنا بشكل عام عنا زي ما أنا تربى محبة، ومحبة لنوصل هاللي بنعمله لأكبر عدد من الناس. فيعني لما عملنا الإنديجينس صفينا we performed at the Stratford Summer Music Festival. Which is يعني a big event that happens every year. فذا يعني ما بين التعطش الموجود أو التقبل من الشعب الكندي وأنت عم تعطي أفكار اللي are really feasible and interesting for them to adopt ويورجوها لل bigger public. فهذا المزج اللي عم نعمله برأينا كلنا يعني واضح إنه إشي كتير مهم لحتى نبدأ ندخل الموسيقى العربية أكثر وأكثر للحضارات الثانية الموجودة. وطبعاً كندا يعني معروفة من يعني تجمع الثقافات ويعني they embrace كل الثقافات اللي بتجي من كل أنحاء العالم على كندا. وطبعاً نحن ثقافتنا العربية والميوزك والكالتشر يعني هي كلها شيء يعني عبر التاريخ نحن من أقدم الثقافات من حيث الموسيقى. وبكندا كتير يعني they appreciate هيك شغلات كتير. في نقطة كتير مهمة أنا يعني حابب هيك نتوسع فيها شوي، إنه كيف the transition من بلشتوا الكلاسيكال ميوزك كأوركسترا، طبعاً الكبار بالعمر يلي عندهم حنين للوطن، بس the transition كيف الاستراتيجي تبعكم انه تجذبوا الجيل الجديد ليحب هيك نوع من الموسيقى ويكون متحمس اكثر ليجي يحضر الكونسرتس وادفوكيت فور ات. ربا تحكي عن هذا الموضوع وبعدين نحن نكمل. يعني هلا يمكن الفكره العامه اول شيء تبع الاوركسترا هي مو بس تقديم الكلاسيكال ميوزك، هي تقديم كل مره شيء ثيم معين، يعني تقديم الموسيقى بقالب معين. وهون انت فيك يعني تطرق ابواب ناس مختلفه من باك جراوندز مختلفه من اعمار مختلفه لما عم تقدم فكره من خلال الكونسرت. جزء منها بيكون عم تربطه بجذوره للكوميونتي الموجوده هون، وجزء منها عم تعرف الجيل الاصغر والثقافات الثانيه. هلا هي اذا عم نحكي عن العروض الاوركسترا بالاضافه الى انه نحن دخلنا مهرجان الموسيقى والفنون العربيه اللي هو بلش بال 2017 لما تاسس هذا المهرجان. صار عبارة عن بلاتفورم أكبر بيكون في تنوع بفنانين مختلفين من أقطار مختلفة وبأنواع موسيقى مختلفة لتجي وتكون ضيوف لمهرجاننا اللي هي بتنظمه الأوركسترا الكندية العربية وبتقدم جزء منه. طبعاً الأوركسترا أورجانيزر وفي لنا عدد من العروض بالمهرجان، بس كمان موجود عدد من هالفنانين اللي عم يجوا من البلدان العربية ساعد، يعني كان هو عبارة عن أحد جسور التواصل بيننا وبين الأجيال المختلفة الجنسيات المختلفة. هاي نقطة. وثالث شيء يمكن كمان لازم نحكي عن مالتي كالتشرال فولك سيلبريشن، كمان أسسنا شيء اسمه المهرجان الفولكلور هو بقى هون بعدنا شوي عن بس الموسيقى العربية، هون بلشنا ندي هذا بنعمله بالصيف، عملناه لثلاث سنين كمان. It's an outdoor thing هيك يعني free open very casual، ندعي فرق من ثقافات مختلفة من كندا بس من ثقافات مختلفة، يعني عنا البولش وعنا البريك
وعندنا الهندي والمكسيكي والبلو والإيراني والتركي. كمان هون حسينا أنه نحن قادرين نجيب ناس بتذوقات مختلفة أو بأذواق مختلفة للموسيقى. قدرت تجيبها ومنها كانت نافذة لتقدر تدخلهم موسيقى كانت كلاسيكية ولا تراثية ولا الموسيقى الحديثة. وبرضو يعني الربع حكت إشي كتير مهم بالنسبة لأنواع الديفرنت audiences اللي بيصيروا عنا من خلال العروض تاعتنا ومن خلال النشاطات تاعتنا. بس برضو في كمان موضوع الأجيال اللي انت عم تسأل عنه اللي هو أنا طبعا حريصة على إنه كوني أنا ووفا both of us we are music educators من أول يوم. يعني إحنا قبل ما نكون عازفين إحنا أساتذة في آلاتنا. هلأ بمجرد ما بلشنا من أول عرض أنا I was very very adamant about always educating people about the music that we are performing. لازم يكون في هذا العامل الثقافي أو التربوي في العروض نفسها. ما بقدر إني أعمل ميوزك وأعزفها قدام الناس ما أحكيهم إيش الباكراند تبعها لأنه this is part of my first of all it's part of my DNA إني أكون a teacher and it's very important for me إني أبين لكل الناس اللي قدامي إني أنا فاهم شو اللي عم بعمله plus إني بدي أعطيهم إشي يعني هم ما بدي إياهم يروحوا هم بس إنه أوكي سمعوا موسيقى حلوة this is what made us always have in the back of our minds طبعاً إحنا أسسنا الأوركسترا في 2014 ولكن in the back of our minds we always wanted to make a music school وال Canadian Arabic Conservatory of Music تأسست في 2016 يعني ما في وقت كتير هذا بين ما هاي إجت لحتى ما هاي إجت فلما أسسنا الموسيقى المعهد الكندي العربي للموسيقى الهدف طبعاً هو إن الواحد يثقف الجيل الصاعد أو الجيل اللي عايش هون في كندا الموجودين هون بالموسيقى العربية. هلا حتى الطلاب اللي عم بيتعلموا آلات غير عربية مثل البيانو والجيتار والفيولين عمالهم برضو بيتعلموا أغاني عربية من خلال آلاتهم. So هاي ال well-rounded خلينا نقول الرسالة المسج ال well-rounded اللي فيها كل الأشياء اللي إحنا في نفسنا نعملها عم نرميها مرة واحدة. في هالمجتمع الكندي ولذلك صار عنا youth orchestra فلذلك في فترة كتير بسيطة قدرنا إنه نوصل لكل هالعالم يعني حتى لو ما وصلنا لعدد كبير من العالم على القليلة بالكواليتي وصلنا لهم إشي كتير 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 عالي فالحمد لله يعني إن شاء الله يعني لمي سألتي لك الكونسرفاتوري بلشت 2016 بال 2017 اليوث أوركسترا كان عندهم عرض بمهرجاننا بال 2019 عملوا كونسرت مع ريمي بندلي فالتطور اللي عم بيصير رائع وشغله ثانيه انتبهوا عليها كل الاهالي قديش تعلم الموسيقى العربي ساعد الاولاد بتعلم اللغه العربيه ويصير عندهم رغبه يحكوا عربي يعني قبل لما كان الواحد يحكي مع ابنه يرد عليه بالانجليزي هلا عم بتغير because they want to learn what they're singing they want to learn the music they listen to music يعني لما هيك ما بيسمعوا يعني احنا اولادنا يمكن نماذج من الموضوع يعني كثير صعب تقول له تعال تعلم عربي تبعته على مدرسه عربي بيروح الصف وخلصنا بس لما بتسمعوا غنيه عربي بيحبها بيحب التون تبعها وبيستمتع ببلش يحفظ الكلام وعن جد لقينا انه في فرق بحكيهم العربي خاصه الصغار يعني صاروا يحكوا معنا عربي يردوا عربي يفهموا هيك يحكوا شوي مصري طبعا شوي سوري شوي حسب شو عم يسمعوا يمكن بالاول مثل الثقافه العربيه كانت يمكن الثقافه تبع الاهالي هلا صار في عندهم شيء صار في سبيسيفيك انهم هن مضبوط يعني مهم جدا بس يعني لحتى بس الخص هاي الفكره مهم جدا نحكي انه كل هذا الحكي اللي عم نحكى هو ضمن اطار رؤيه عم تنحط من خلال الطاقم الإداري من خلال الطاقم كمان الدايركترز الموجودين معنا زميلنا أحمد خفيشي كان معنا أستاذ هاني عودة ليلي عودة عبدالله خالدي وكمان تركتنا السنة اللي فاتت نادى شكر يعني هاي التفاصيل اللي عم تنحكى ما أجت جزافا ولا لقيناها بالطريق إنه هي ضمن إطار رؤية عامة إحنا حاطينها at some point وحتى أحلامنا ويمكن هذا قد يكون جزء ثاني من الأسئلة اللي حضرتكم حتفضلوا فيها هي لسه في أهداف أخرى عم نحطها
لحتى نوسع دائرة وصولنا للمجتمع العربي وتغطية جميع يعني نواحي الموسيقى العربية تحديدا. ويمكن نذكر هون انه احنا دائما برؤيتنا احنا بنشوف الموسيقى العربية هي جزء من الكالتشرال سين الكندي، يعني احنا مش جايين نعطي ثقافة غريبة، لا احنا عمالنا نثبت ثقافة كندية من اصول عربية بهاي البلد وتصير جزء لا يتجزأ من the arts and culture scene in Canada. تمام. فكرة كتير حلوة ورسالة رائعة. انا بس I was curious صراحة انه بين الاوركسترا العربية الكندية وبين المهرجانات اللي عم تعملوهم، one side of it is music but the other side there's the business side to make it financially feasible to do all these festivals. So how do you approach this as a business and keep it sustainable so it can grow further and further? الحقيقة يعني في بدايات المشروع كان زي ما تفضلت لميس كان بيعتمد على الانكم اللي بيجي من العروض البسيطة، وكان فيه بصراحة عامل مجازفة كبير لأنه أنت عم تحط expenses عالية وتتوقع أنك أنت تسكرها من الريفينيو. الحقيقة في البداية يعني إحنا لقينا إنه لحتى يعني كمؤسسة غير ربحية، بما إن إحنا مسجلين كمؤسسة غير ربحية الخيرية حاليا charity، كان لازم أنت يعني معظم المؤسسات هاي الغير ربحية أو charities تعتمد على الفاندينج اللي بيجي من الجوفرمنت أو على السponsorships، وبورشن منه بيكون هو من التيكت سيل. لكن في البدايات أنت صعب تروح للجوفرمنت وتقول لها أعطيني فلوس أو للسponsors لأنهم they don't know you, they don't know what you can do and what you can't do. فكان الاعتماد في استراتيجيتنا الأولى إنه إحنا نقدم شيء حتى لو نتعب فاينانشلي، وحقيقة يعني اهتمام الشباب والموضوع المادي يعني كان عامل كثير يعني مش ملموس، والشباب كانت تيجي وتأخذ من وقتها ولا زال يعني مهند وعمر بيتركوا أشغالهم وبيجوا يعني for no any financial benefit بصراحة. And plus the volunteers. بعدين صارت العروض تعطي مدخول جيد، وبعدين الجوفرمنت صارت تشوف عنا ماتيريال. مثلا نيجي نكتب عن اي جرانت او ابلكيشن كنا نلاقي ماتيريال تسند وات وي ار توكينج اباوت واكسبيرينس موجوده ووتنسز. فالجوفرمنت زي ما تفضلتوا حتى الحكومه الكنديه كمان حكومه مشجعه للثقافات وتنوعها، فكان تلقفهم لوجود الاوركسترا تلقف يعني طيب جدا واهتمام جيد، بحيث انه دعموا مشاريع الاوركسترا. واليوم الاوركسترا بتحرك اكثر من مليون وشوي دولار بالسنه من خلال العروض ومن خلال كان مؤسسه خيريه غير ربحيه، يعني احنا اللي بندخل الاوركسترا بغطي مشاريع الاوركسترا. صحيح. 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 طبعا يعني بالاضافه للحكومه يمكن ذكرها شوي، لازم نشكر قد ايه البزنسز اللي موجوده بكندا اللي نحن وي ابروتش طبعا باخر ثلاث سنين كانوا داعمين، يعني امنوا فينا وكان في ريكورد قدروا يشوفوا انه كان في مستوى جيد من الشيء اللي نحن عم نقدمه ريبريزنت ثقافتنا العربيه. فالبزنسز عربيه وغير عربيه كان عندنا منهم دعم جيد وكويس واساسي، يعني لولا هذا الدعم ما بنقدر المشاريع، لانه نحن ماركتينج مثل ما تقول لميس دائما تو ريز ذا بار، دائما عندك هاي كواليتي هي بتستحقق ثقافتنا صراحة يعني. فالإكسبنسز very high، فنحن كان لازم ننوع المصادر والبزنسز العربية وغير العربية دي كندا كانت كمان أحد أهم الداعمين لقدرنا نمشي ونوصل لليوم. يعني ويمكن يثبت هذا الحكي اليوم ثبات الأوركسترا حتى في الظروف الحالية يعني صعبة اللي عم تمر فيها كل المؤسسات. الحمد لله الأوركسترا أثبتت إنها قادرة تضل موجودة وواقفة، وحتى يعني مع الوضع شوية صعب. أنا بس بدي أحكي شغلة بتهيألي كانت جوهرية بقصة نجاح الأوركسترا، إنه الرسالة اللي عم تقدمها الأوركسترا بهاي الأوقات رسالة محبة وسلام وأخوة وتجميع للناس مش تفريقهم. كانت هاي رسالة مش بس لمجتمعنا العربي، بالمجتمع الكندي بشكل عام كتير مهمة، وتوقيتها كان أساسي. يعني لما كان عنا إحنا هون بكندا قصة الحكومة رافعة دعوة على سيدة لأنها بدها تأدي القسم وهي لابسة النقاب، وكان في بلشت شوية حركات عنصرية ضد الإسلام،
احنا ورجينا صوره جميله ننقل فيها محبه وسلام بوقت الناس محتاجه، سواء كنت انت مسلم مسيحي عربي غير عربي، كان توقيتها بيرفكت. ولما وي ابروتشت الحكومه كان حظنا انه كانت الحكومه تغيرت وصار عند الحكومه الجديده رغبه في انه ينشروا هاي الرساله، فكان توقيتها وتوقيتنا احنا لها جاست رايت. طبعا هلا يعني اخر 3 سنين يعني عملتوا عمل كتير حلو، طبعا كل الحفلات والفنانين واللي اجوا من البلاد العربية، يعني كارول سماحة، مروان خوري، نصير شما، كل هالأسامي يلي طبعا عندهم أعمال رائعة، يعني قدرتوا يجوا ويكونوا جزء من هالمهرجانات. هلأ طبعا 2020 صار البانديميك والكوفيد 19 للأوركسترا بالأمور الموجودة حاليا وفور ذا نير فيوتشر، شو الأهداف وشو الرؤية؟ هلا نحن يعني الكوفيد 19 اكيد هو تشالنج على كثير مؤسسات، وبتصور المؤسسات الصغيره والكبيره كلها just trying to figure it out as we go. نحن من الاول كنا مثل ما قالت لميس، نحن كثير حريصين على الكواليتي والبرودكت تبع الاوركسترا، ونحن بالنهايه ما لنا مشروع تجاري، فيمكن كان من السهل ان احنا مثلا اوتوماتيكلي من اول يوم وي كان جو اند هاف ا زوم لينك ونعمل مثلا نفترض كونسرت اونلاين اتسترا، بس نحن كثير حريصين على الكواليتي، وصراحه لهلا بعد نحن عم ندرس كيف نحن كمؤسسه بالاهداف تبعنا باللونج تيرم فيجن تبعنا باهتمامنا بالكوميونتي تبعنا نحن رح نقدر نطلع باستراتيجيه that will allow us to go يعني هالكم سنه الجايين، لانه فور شور الاوضاع رح تكون مختلفه. نحن هلأ كتير مهتمين إنه to increase the capacity تبع الأوركسترا لحتى نقدر نعمل productions, archiving وكمان نقدر نعمل live streaming بquality وبفكرة مختلفة. يعني إحنا مش بس معنيين إنه يكون another link with another concert online، نحن بدنا كل عرض نحن بنعمله بيكون له فكرة، بيكون في هدف معين. فنحن هلا عم نجرب نبني الكاباسيتي تبعنا لحتى نقدر نقدم عروض at the highest quality. ان شاء الله بوقت كثير قريب رح يكون في عندنا وجود اونلاين virtually اللي هو يعني فكره جديده لكيف كيف فينا نطبق فكره مهرجان اونلاين، وعم ندرس هذه الفكره وان شاء الله رح تكون جاهزه بوقت قريب. بس نحن بهذا الوقت نحن مستغلينا كفرصة، لأنه نحن في عنا هدف إن نحن نبني أركايف، نحن نبني مكتبة، نحن نبني مركز ثقافي للأوركسترا ويكون هو ريزورس لأي شخص إن كان عربي أو غير عربي اللي حابب يعرف أكثر عن الموسيقى العربية، وإن شاء الله هذا رح يتوج يوما ما بمركز not virtual actual مع الوقت. فنحن مثل كل المؤسسات الثانية عم نشوف نحن شو الطريقة اللي بدنا نكبر فيها، بس نحن مرة تانية كتير حريصين على البرودكت والكواليتي اللي بنعمله، وإن شاء الله خير الدنيا. تمام، يعني رؤية رائعة ومشروع رائع. شو وين بتلاقوا حالكم على المدى البعيد؟ شو الحلم للأوركسترا وللمهرجانات بعد 10-20 سنة؟ الحلم يعني شو بنقول لك، الحلم السماء وفقرات يعني السماء. يعني لا أخفيك، أنا دائماً يعني إحنا بنحكي إنه الليميتيشن أو الليميت تبعنا هو السماء، إحنا ما عنا حدود. عنا الميدل إيست عم نحاول ندخل عليه، كان في يعني هي مجموعة من العروض اللي كان مفروض نروح فيها بجولة العروض، وصلنا من خلال التوز الداخلية تبعت كندا قدرنا نوصل للمجتمع العربي في كل أنحاء كندا. انتقلنا لجيراننا بأمريكا من خلال السنة اللي فاتت بمجموعة برامج مع مروان خوري. يعني الحقيقة كمان فكرة المركز اللي تفضل فيها مهند واللي عمر يعني حقيقة بذل مجهود رائع فيها مع السيتي، إنه يكون عندنا our own هاوس اللي هو راح يكون فيه مسارح وفيه صلاة عروض، وإن شاء الله يعني هذا بيرى النور قريباً.
مرة تانية بالنسبة لنا الحدود هي السماء، ونحن جاهزين نقدم أي شيء لحتى الموسيقى والثقافة العربية توصل لأبعد حدود وتأخذ التقدير المناسب اللي بتستحقه. يعني انت وقت ما تشوف، وقت ما تكون بواحد من العروض تبعنا وبتسمع بس الكومنتس تبع الناس، او وقت ما نكون مسافرين على بلد بضمن تور مثلا معين، ننزل لمدينه معينه ونحن نقدم عرض بطريقه يعني ما بدي اقول انه نحن مش متعودين عليها، بس مش دائما يعني احنا دائما الكونتكست مظبوط. It's a novel thing for Canada. صح نحن يعني العروض كلياتنا بنقدمها بمراكز ب performing arts centers بطريقه كثير مرتبه، بنبلش على الوقت، الكواليتي تمام، everything is perfect. فاطمة الكومنتس اللي بنسمعهم بعد العروض قديش عندكم مبسوطه، واللي عم يبكي واللي فخور واللي حاسس حاله انه يعني كانه رجعته على بلده او على هيك على الزمن الجميل. صح. يعني مرق فتره بطل في الكونسبت تبع ايام زمان الناس تلبس وتروح تحضر كونسرت وتتذوق موسيقى وتروح. احنا بتهيألي بكل تواضع رجعنا هذا الحكي لمجتمعاتنا هون. ما كان فيه انك انت to go on a night out to listen to fine music, appreciate it, enjoy it and go home with a feeling of joy. Joy and proudness. لأنه هذه كمان فقدناها، يعني حسناها أنا ولميس أول ما جينا، أنه أهلنا في الجالية العربية كانوا بيفتقدوا لهذا النوع من الفخر بموسيقى وثقافتهم، وكثير من الناس كانت عم تتخبى. حتى في ناس بتسمي اسمه مو وبيسمي اسمه جو على أساس ما يكونش يظهر اسمه العربي. لكن حقيقة وجود الأوركسترا، برامج الأوركسترا، نشاطاتها رجعت هذه الثقة عند الإنسان العربي في ثقافته وبهويته، وصار يقبل اليوم أنه لا أنا عربي. ولما بيعزم أصدقائه اللي بيشتغلوا معه من خلفيات مختلفة على العروض، he is proud أنه الناس هاي عم تشوف قديش 1400 و 1500 سنة من الثقافة is present وموجودة الآن على المسرح. بعدين في نقطة يمكن ما كان في وجود لثقافتنا العربية ضمن مزيك الثقافة الكندية أو تعدد الثقافات الكندية. الحمد لله قدرنا نوصل لأنه ندعي على مهرجانات لنمثل هاي الثقافة، مهرجانات مع العربية أبداً، يعني مهرجانات كندية بيور بأكثر من مدينة لأكثر من مرة. كان بالنومينات ومهرجان عظيم صار له سنين كنا جزء منه بالستراتفورد ميوزيك فيستيفال وغيره وغيره بمدن مختلفة. يعني صار فيه بصمة، وهذا الشيء بنحسه إنجاز كتير كبير ونحن فخورين فيه، والجالية فخورة فيه إنه صار فيه ضمن التنوع الثقافي الكندي وجود للثقافة العربية، ودائماً صار في طلب لأنه يكون في ممثل لها. والحمد لله قدرنا نمثلها. ونحن كمان كتير فخورين فيكم وبشغلكم، ونتشكركم كتير على كل مجهودكم، وطبعاً على الرسالة ثقافتنا العربية ورسالة المحبة بكندا وبأمريكا، وطبعا التأثير الإيجابي على المجتمع العربي والكوميونيتي تبعنا بأمريكا وكندا. شكرا كتير على وقتكم، كتير كانت يعني مفيدة الجلسة معكم، وكتير تعلمنا. شكرا لكم على استضافتكم وعلى البرنامج اللطيف، وان شاء الله نلتقيكم in person قريبا. ان شاء الله اكيد ان شاء الله ان شاء الله جينا على شيكاغو ومجينا عندكم. يا هلا، سلامات. Thank you for tuning in. We hope you enjoyed the episode. Please visit our website to vote for your favorite story. And don't forget to follow us on social media and subscribe to our podcast.